صباح الفل على كل أعزائي المشاهدين، صباح الجمال، صباح الشياكة، صباح السعادة، صباحنا جميل دايما مع كل الناس الحلوة اللي بتتابعنا كل يوم الصبح وكل يوم سبت. ونقول لكم على المصطبة صباح الفل وصباح الخير يا دكتور علاء، صباح النور يا استاذه ولي. وشكلك مستعد النهارده على المصطبة. صحيح، عارفه صباح النور ليه؟ صباح الفل. لان اكتشفت ان كل الناس اللي شغالين في الاستوديو نور 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 فلازم نقول صباح النور، ما ينفعش صباح الفل على كل الناس اللي ورانا وجاي ورا الكاميرا بقول نور نور نور. صباح الفل يا نور، صباح الخير وصباح الجمال على كل الساده المشاهدين. واتفقنا يوم السبت ده الطاقه او الباور اللي بناخده عشان نكمل بيه بيت الاسبوع بتاعنا. احلى حاجه الباور اللي انت بتقول عليه ده. عايز اقول لك على حاجه، ممكن اقول لك على حاجه؟ اتفضل. بص، انا بقدم برنامج يوم الجمعه الصبح وبقدم برنامج يوم السبت الصبح. دي دعايه. لا اصبري بس عليا، اصبري بس عليا. يوم الجمعه الصبح احنا كل يوم بنتصل ببعض ومين الضيف ومين بتاع، حلو. يوم السبت الصبح البرنامج اسمه على المصطبه. على المصطبه عندنا في الصعيد ايه اللي بيحصل؟ الناس هم في الغالب بيتقابلوا بعد الصلاه، يعني بعد صلاه الظهر، بعد صلاه العصر، طبعا في الغالب بيبقى صلاه المغرب عشان بيبقوا راجعين من شغلهم. هم مش بيرتبوا هم هيتكلموا في ايه، ومش بيرتبوا احنا قصدي هم هيتقابلوا ازاي. احنا بقى في البرنامج بتاعنا ايه اللي بيحصل؟ انا والاستاذه ولاء ما بنتكلمش بعض خالص طول الاسبوع. احنا بنشوف بعض وبنتكلم بعض يوم السبت الصبح، ما عشان على المصطبه. ايه رايك؟ انا لازم، ما هو لازم نحسس برضو الناس ان احنا فعلا على المصطبه واحنا هنضحك. والله لا، احنا على فكره انا الاستاذه ولاء ما بتكلمهاش وما بشوفهاش الا يوم السبت الصبح. وعايز انا كفايه اشوفك انا حتى الموضوع ما ببقاش عارف اللي هنتكلم فيه. بالمناسبه هي دي مست على المصطبه، هو الناس ما بتبقاش مرتبه هتتكلم فيه على المصطبه. دي احلى يعني مش بس بيقولوا بكره احنا هنتكلم في السياسه، احنا هنتكلم في... لا 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 خالص، النهارده هنتكلم في التعليم. المواضيع هنتكلم النهارده في التعليم. النهارده هنتكلم في التعليم. يا سلام، خش على التعليم بقى عشان الناس كلها عماله تجيب لنا اسئله وحاجات فظيعه. ومعانا ضيوف النهارده متميزين جدا في الموضوع ده عشان نتكلم بجد عن كل الاسئله اللي تخص. بص انا عارف ان انت ليكي هوايه السوشيال ميديا، الفيسبوك والفيسبوك والموبايلات والحاجات اللي كده، صح؟ طبعا. ايه الجديد بقى اللي انت عايزه تناقشيه معايا النهارده؟ لا، هو انا بحب اتابع دايما القصص المختلفه على السوشيال ميديا، وكان في قصه كده برضو صعبه شويه، مش هنقول حادثه زي المره اللي فاتت. كان في قصه صعبه شويه حصلت تقريبا في اسكندريه اعتقد على ما اتذكر، يعني كانت لبنوته. بما اننا بنتكلم النهارده عن التعليم، فحصلت لي بنوته صغيره، واضح ان المدرسه بتخلي طلبه من الطالبات يعني الموجودين جوه يمسحوا يكنسوا الفصل، ما تخضش بس وخليك معايا للاخر عشان كلكم تتخيلوا المنظر. فتقريبا بتنظف الكلاس بتاعها قبل ما تطلع او الفصل بتاعها قبل ما تطلع. فميعاد المدرسه المروح بتاعهم خلص والبنت لسه بتكنس الكلاس او الفصل، وقفلت عليها المدرسه. انا بتخيل رد فعل حضراتكم دلوقتي، وطبعا لو الكاميرا جابت الدكتور علاء طبعا اكيد هتتخيلوا منظره. لا، المنظر، البنت نفسها كانت جايبينها حتى في السوشيال ميديا من وراء القضبان ودموع وعماله تصرخ وخايفه، خوف طبعا فظيع ان كل الناس مشيت. ولحد من واحده لثلاثه تقريبا ساعتين هي محبوسه جوه المدرسه، لدرجه ان في واحد معدي، ده اللي حصل، واحد معدي سمع صوتها فدخل نط من على السور ودخل المدرسه. واول ما شافها فعلا محبوسه من ورا القفل بتاعهم، يعني في بوابات كده حديد، لقاها محبوسه. كلم مدير مش عارفه الازهر تقريبا، كلم مدير المدرسه. المهم حاولوا يوصلوا. طبعا في خلال ساعتين دول اهلها اصلا بهدلوا الدنيا، وباباها كان عمال يدور عليها، وعمره ما تخيل اصلا تكون بنته محبوسه وراء قضبان المدرسه. لا ده بجد حصل؟ تاني؟ انت تاني؟ لا بجد ده حصل؟ ده انت تضايق؟ اه والله حصل. فتخيلوا الوضع. وطبعا احنا نحب نشارككم في كل حاجه جديده، وانا من النوع اللي ما بقتش اقول هو بجد ولا ما بجدش، يعني هو احنا في واقع وحصل، فاحنا ايه رد فعلنا، هناخده ازاي؟ ايه رايك؟ بقول لحضرتك الاول، مش احنا على المصطبه؟ اه على المصطبه، صح؟ يعني احنا قاعدين على المصطبه، صح؟ قدام البيت، صح؟ اه طبعا. وانا ممكن اطلب حاجه على المصطبه؟ اتفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم عايز كوبايه ميه لان عطشان، الكلام اللي قالته الاستاذه ولاء نشف رقنا. طب تعرف انت، طب استنى بقى عايزين ندخل في المكان. على الهواء ليه ليه؟ هات لنا يا استاذ محمد كوبايه ميه، استاذ تامر كوبايه ميه ساعه والنبي. بص سواء قبل ما تكمل بقى، ده انت دخلت في حته موضوع مهم جدا برضه. ايه بقى؟ لان في ناس كتير برضه يعني من ضمن الكلام، ليه رقنا بينشف لما بنتخض؟ بجد والله لا لا دي لا لا ده في هرمون بيفرز، دي حاجه خاصه بالبرين بالعقل، فالهرمون ده بيأثر على الغدد اللعابيه عندنا فبيحصل نشاط. ده حقيقه عادي يعني. ده حاجه طبيعيه. ده لما تتخض زي ما حضرتك بالمناسبه، لما تخاف زي ما حضرتك لما بتشوفي حد انت بتحبيه او بتشوفي موقف قدامك، كل ده العقل هو اللي بيبقى شغال. لا انا بتكلم على نشفان الريق. اه ما ده اه في هرمون بيفرز. ده ايه؟ لا لا. يعني ايه هو بيحصل ده طبيعي اوتوماتيك؟ اه لا ده ده حاجه من البرين، حاجه من المخ بتؤثر على هرمون بيفرز معين. امتى؟ فبيأثر على الغدد اللعابيه. بيحصل فيها كده؟
لا الخوف والقلق، الخوف والفزع، تحبي تكرهي، بتفرحي بتزعلي، كل ده ممكن. انت عارف ان انا افتكرت دلوقتي من كلامك، حتى لما بيقول لك ادوله ميه وهو بيطلع في الروح ممكن يبقى منخضت ورهبه الحدث. طب مش عايزين نتكلم عن الموت؟ انا لا افتكرت برضو من افتكرت من كلامك. بصي خلي بالك، بس اقول لك على حاجه. اولا ان الناس تنظف الكلاس، انا افتكرت وانا صغنن كنت في سنه رابعه ابتدائي، لا احنا كنا بيجي يوم بنتفق مع بعضينا وننظف الكلاس، مفيش اي مشكله خالص، يعني دي حاجه مش غريبه. تمام. زمان بس يعني ما بقتش اسمع الكلام ده والله. لا بنيجي يوم عم في ده ديت وفي ناس ثانيه بنزوق الفصل، واخده بالك انت؟ لا وكانوا بنعمل حاجه، لان الفصل ده هو بيتنا. لا تزوق بالنسبة. معلش يا دكتور علي، ازوق والكلام عادي. ماشي انضف مكاني، عادي مشكله. ما نضف امال فين الدادات؟ الناس اللي بتقبض من المدرسه. بس هو انا عايز اخد حاجه بقى في منتهى الخطوره. مين الناس الموظفين فين؟ بص حاجه، في حاجه في منتهى الخطوره حضرتك قلتيها في القصه دي، اصل القصه دي انا باخدها في، يعني معنى ذلك المدرسه لما بتقفل بعد الظهر ما بيبقاش في حد في المدرسه خالص. ما هي دي معناها كده بقى، دي مشكله. انا لسه بقول لك فين الناس، دي مشكله. الحاجه الثانيه، معنى ان واحد نط من على السور ودخل المدرسه معنى ذلك ان المدرسه دي ممكن بعد الظهر يحصل فيها حاجات مش مظبوطه، ممكن اي حد ينط من على السور ويخش المدرسه، صح كده؟ احنا شفت انت، انا خدت معظم الاماكن بس معظم الاماكن دلوقتي بدات فعلا تحط كاميرات في كل مكان حتى المدارس. لا وبعدين بعد ما تحط الكاميرا، انا اللي انا اعرفه زمان في المدرسه بتاعتنا، كان عندنا في المدرسه زمان كده. لا أنا كنت لا 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 لا, لا, لا. كان في، معلش سوري، في الاكسبريشن لول كان الفراش لا بيفضل قاعد نايم في المدرسه. تقصد في غفر او في غفير او في حارس اللي هو السكيورتي اللي بيقولوا له دلوقتي بيبقى موجود؟ بص بقى، القصه مش في البيت اتحبست، القصه في حاجه اخطر من كده. مفيش حد اصلا. القصه ان النهارده لو المدرسه بعد الظهر ما يبقاش فيها حد خالص، وفي حد عرف ينط من على السور، اذا ممكن المدرسه يحصل فيها بلاوي سوداء. يحصل فيها بلاوي سوداء، ايه رايك في الحته دي؟ ما خليها من حقيقه، ما ده حقيقه. انا معاك والله بجد، والله صح. انما البنت تحبس، ما هي دي الاساس بقى. انا صعبان عليا، انا مش قادره، انا مش عايزه اجيبها طبعا بما ان احنا الصبح، يعني مش عايزه اجيب شكلها لان انا ما بحبش كده، ما بحبش اجيب حد وطفله او واجيب شكله على التلفزيون. ما في اسهل ان انا احط صورتها، لا بلاش. بس هي فعلا شكلها، شوف الخضه عامله فيها ايه، يعني خضه نفس الراجل. لا اطلع صوره. لذيذ في الامر ايه، انا بشرب ينسون والناس بره بتقول لي حلو الشاي. يا جماعه ده ينسون مش شاي، يا جماعه ينسون. فين المايه يا عم دكتور علي؟ عايز صوته حلو يا عم. فين المايه ده؟ احنا دكتور علي عايز يطلع كده صوته حلو الصبح. لا بجد والله، الموضوع اللي اتحكي اسرتيه ده موضوع خطير جدا، وزي ما قلت لك هو الموضوع انا خدته بشكل تاني خالص. مدرسه ازاي تبقى ما فيش حد موجود فيها بعد الظهر؟ لا دي حاجه في منتهى الخطوره. البنت تحبس يعني، بس خلي بالك لو في حد موجود في المدرسه، يعني البنت كان في احتماليه ان هي تحبس وتتخض، وحد بعد هي ساعتين. هي فعلا اتخضت، قعدت ساعتين. ما هو ما هي فعلا قعدت ساعتين. لا لحد يعني ما حد فتح لها. ومشكلة ان كان في رد فعل اغرب بقى، ان المدير ده اللي احنا برضه المدير بيتقال. تقريبا في المدير. لا مش كل طبعا، كل في ناس محترمه جدا يعني، واحنا يعني بنسمع عنهم كل خير، بس طبعا الحاجه اللي بتبقى شاذه دايما بنلقي عليها الضوء للاسف، لان ما بتبقاش طبيعيه. يعني ايه بنت تتحبس؟ يعني ايه مدرسه تتساب كده؟ فده اللي بيخلينا نقف عندها. اما الطبيعي لا طبعا، معظم المدارس كلها على مستوى الجمهوريه لا، فيها رقي حتى في التعامل اكتر من ينضف الكلاس. ما انا مش معترض. المدير اللي زعق قال ازاي راجل ينط اصلا؟ والله قال اللي انا قلته اهو. لا هو ازاي اصلا سمحت لنفسك، يعني الراجل اللي بلغ ازاي سمحت لنفسك اصلا تنط؟ هو ده اللي بيفكر فيه، انت متخيل المنظر؟ هرجع تاني واقولها لك برضه، القصه فيها حاجه مش راكبه برضه، صح؟ واحنا مفيش حاجه فينا راكبه خالص. بس بقى دي مشكله السوشيال ميديا، عارف ايه حضرتك؟ معلش، ان معظم الحاجات للاسف ما بتبقاش كده. انا بوجه رساله لكل الناس، انك لما تقرا خبر على السوشيال ميديا لازم تحلله بينك وبين نفسك، يعني تشوف الخبر ده هل ماشي مع العقل والمنطق ولا مش ماشي مع العقل والمنطق. لو ماشي مع العقل والمنطق ممكن تبدي فيه رايك، انما ما تاخدش هقطعك. لا اتفضل اقطعني واطردي كمان. هو محمود. مين محمود؟ اللي توكل على الله يرحمه، محمود البنا. وانت طبعا عارف القصه دي اللي هي الطفلين اللي تمام. لو هو ده كان بالعقل والمنطق؟ هقول لك على مفاجاه بجد والله، كان بالعقل والمنطق. طب هقول لك على مفاجاه، بصي انا عايزه اقول لكم ان ورا الكاميرا مسبهلين دلوقتي ان انا اقول لك. لا اقول لك على مفاجاه. انا قصه محمود انا ما اعرفهاش بالتفصيل، انا قريت لايت عنها كده واخد بالك، واديت انطباع، يعني عشان كده انا مش ينفعش اقول انطباع لان انا القصه بالتفصيل انا مش عارفها طبعا، واخد بالك انت؟ هنتكلم على الشكل، لان اقول لك على مفاجاه. هنتكلم على الشكل. انا مش من هواه السوشيال ميديا والله، احلى حاجه عملتها والله العظيم. والله ما في اريح يا جماعه، اقطعوا السوشيال ميديا.
يلا من على المصطبه نقول بيضحك والله. بالمناسبه هو السوشيال ميديا السوشيال ميديا عيشوا عيشوا كده من غير ما تسمعوا بلاوي سوداء. على فكره احنا ما بنجيبش البلاوي السوداء الصبح دي كده، احنا والله ما قصدنا، احنا دايما بنطلع الطاقه الايجابيه اللي فينا، بس احنا بنقف عند حاجات بنحط عليها بس كده يعني زوم شويه عشان نحاول نصحح من مفاهيمنا حتى لو في حاجه نلحقها. بس انا كلامي مش منطقي. هم النهارده ورا الكاميرات والمخرج بيحرجوني على الهواء بيضحكوا اصلا. الوقت اللي انا بقول انا موضوع السوشيال ميديا ده انا مش هاويه، راحوا منزلين على الـ على الـ على الكاميرا برنامج على المصطبه فيسبوك اكيد. شباب لا السوشيال ميديا مفيش حاجه تعملها. لا بس خلي بالك السوشيال ميديا ايه، احنا دايما وبدي مثال بالسكينه او بعود الكبريت، ممكن تذبح بيها وممكن دي حقيقه انا تستخدمها صح. السوشيال ميديا هو الهدف منها هي وسيله التواصل الاجتماعي، هي قلبت بالعكس. يعني حضرتك النهارده معلش سؤال، تلاقي في المناسبات هوب جايلك مسجات عيد سعيد ومش عارف، هل ده كده انت خلاص انت كده عيدت على الناس؟ خلاص ده الموضوع ده اتقضى عليه من بقاله فتره، احنا كده خلصنا من الموال ده، احنا ما بقيناش نعيد يعني بعض في التليفون. حضرتك بتعيد عليا في التليفون؟ لا ولا كل صحابك طيبه في على الفيس برضه؟ لا لا كل صحابك طيبه على الفيس وبتاع لا وايه؟ الموضوع بقى ده لا لا لحضرتك ايه؟ لحضرتك ايه؟ سيبك احنا كوبي بيست احنا هنعدي بعد كده يروح جاي كوبي بيست تروح مشاير يعني والله بجد هوب يروح مشاير للكل، هو حتى كمان مش بيخصك عارف ان انا ضد يعني مش هيقول لك ايه استاذه ولا ما بيحصلش، ده هو شاير، ده هو كمان مش بيكتب هو ما عندوش وقت، ده هو بياخد هو حاجه نازله ويروح مشايرها هو ما عندوش وقت وانا عندي وقت لسه إيه؟ اقول يا دكتور علاء كل سنه لا طبعا ما فيش الكلام ده خلص خلص تك 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 هو ده مش حقيقه يا جماعه. فالتاني يروح رد عليه يقول له ايه، يروح مديله برده شير حاجه ثانيه. هو لذيذ في الامر بقى ساعات بيحصل ايه حضرتك الله العظيم، يجي لي انا بوست تمام وحط نفس البوست نفس الشخص، ما انا خلاص اتلخبطت انت فاهماني يعني انا بيجي لي البوست وراح مش عارف انا مين اللي نزل مين اللي بعت لي ومين اللي ايه، واحاول اهتز لك انا بقول لا هبعت له بوست تاني والله. انا ضد ان يبقى حتى كلامنا بقى كله على الفيس والكلام ده، بس هي ده واقع احنا مش هنهرب منه يعني، احنا ده واقع بقى واقع. افتكرت حاجه بقى واقع والله، افتكرت واقع افتراضي واحنا خدناه واقع ما تفهمش ازاي عملي بقى حاجه في حياتك، ما تقدر انت تقدر تستغنى عن النت ده بحقيقه والله بجد، ما حدش بيقدر ليه ما اقدرش استغنى عن الموبايل انا ليه؟ عملتها قبل كده على فكره تجربه، يمكن المتابعين اعزائي المشاهدين المتابعين على انا هقول لك على مفاجاه على الهوا. هات لي يا عمي والنبي يا استاذ ولا هات لي الكاميرا عليها عشان هتكلم على استاذ ولا. عملت التجربه دي وانا كنت مراقبها قالت ما تيجي كده نقفل الموبايلات بتاعتنا ست ساعات. والله العظيم انا ارتحت اقسم، انا اتبسطت جدا، انا عايز اقول لكم الموبايل بتاعي باظ من حوالي 10 ايام، كنت في اربع خمس ساعات حاسس ان انا مبسوط ان الموبايل مش معايا. طب وبعدين طب ما حضرتك قبل كده كنا عايشين من غير موبايل، ايه اللي كان بيحصل؟ هقول لك على حاجه اقسم بالله اللي جابنا لورا ما تزعوش مني يا جماعه، يعني فعلا انا بحس ان من ضمن فتن العصر اللي احنا فيها هو الموبايل، لانه خلانا بقينا نفكر في التاني من غير ما نسمعه من غير ما نشوفه من غير ما تقول هو كذاب ولا صادق، في حاجات كده ما ينفعش. احنا حكمنا على الناس وبندي حكم على الناس، نسمع كلام كله كتابه ما نتكلمش، مفيش تواصلات، فده من ضمن الفتن اللي بتحصل من تيك تيك، ده حصل فهمنا الموضوع غلط تيك روح قالب. وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت وسائل التقاطع الاجتماعي. اما هي ما كنت لسه اقول لك انا معترضه اصلا على كلمه التواصل الاجتماعي، هو ده على فكره مفيش تواصل، مفيش تواصل من خلال الموبايل والكلام، مفيش الكلام ده يعني على النت والكلام ده. انا ضد ان يبقى في حاجه اسمها مش راكبه، يعني هي مش راكبه انها تبقى تواصل اجتماعي. هو احنا ليه بنتطور للاسوء مش للاحسن؟ بالمناسبه ده هناخد عنوان حلقه، ليه احنا لما بنيجي نتطور بنتطور للاسوء مش للاحسن، مع ان المفروض لما تيجي تتطور للاحسن. بالمناسبه اعتقد ان ده هو اللي بيفرق، هو ده اللي بيفرق الدوله المتقدمه من الدوله الغير متقدمه. الدوله المتقدمه بتتطور للاحسن، الدوله الغير متقدمه وانا بحاول يعني ازود ابروز أيوة. بتتطور ليه اللي مش احسن؟ حلو كده مش احسن. ما طب نكبر بقى وندخل في موضوع التعليم. بالمناسبه هو جزء لا يتجزا من التعليم. انا عارفه انت عايز تطلعي فاصل صح؟ والله عايز تطلعي فاصل. هنطلع فاصل والله عشان الموضوع هيتقل اكتر، خليها حلقه ثانيه. عايز تطلعي فاصل صح؟ بقول لك ايه يا استاذ محمد ما تطلعش فاصل، بقول لك اطلع فاصل خلاص خلصت فاصل يا عم، اطلع فاصل وارجع يا عم، اطلع فاصل فاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولو تلاحظوا ان احنا في المقدمه بتاعت الاسبوع ده والاسبوع اللي قبليه كنا بنناقش حاجه حصلت في المدارس، ومن هنا جت فكره الحلقه بتاعت النهارده ان احنا نستضيف حد من اساتذتنا ونبتدي نتناول معاهم منظومه التعليم الجديده وتطوير التعليم. عشان كده يسعدنا ويسعدكم يكون ضيفنا وضيفكم في الفقره الثانيه من البرنامج
والاستاذ هاني محمد مدير عام التربيه والتعليم. استاذ هاني صباح الفل عليك. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صباح الفل. حضرتك موجه بالتربيه والتعليم صح؟ لا انا مدير عام. مدير عام بالتربيه والتعليم. بالوزاره. بالوزاره. اهلا وسهلا يا فندم. ويسعدنا ويسعدكم برضه يكون ضيفنا وضيفكم الاستاذ حاتم السيد موجه كيمياء. اهلا وسهلا. صباح الفل عليك يا فندم. صباح الفل على حضراتكم ومنورنا. والبرنامج النهارده يعني بيقول كل مصر صباح الخير يا مصر. يا اهلا وسهلا. صباح الخير على كل المصريين. بص هقول لكم على انطباع جالي. انا اول ما شفت حضراتكم حسيت فعلا ان انا قاعد قدام اساتذتي. ايوه صح بجد. نفس الاحساس والله. لا والله بجد يعني في حنين كده. في حنين في رهبه. وده سؤال المعلم المبجل سبحان الله. هو ليه معلش اسف والله هي ليه في الاجيال الجديده الرهبه دي ما بقتش موجوده يا استاذ حاتم؟ والله هقول لحضرتك حاجه. كل عصر وليه متغيراته ولكن احنا لو جينا في الاساس هنلاقي ان الرهبه دي موجوده ولكن خدت عدة أشكال. يعني طبعا المتغيرات اللي احنا فيها الأولاد دلوقتي متدلعين التواصل الاجتماعي ونت اتكلمنا عليه في الأول ده فبيتدلعوا زيادة عن اللزوم. ولكن احنا كتربويين بنشكل نفسنا ونشكل الطباع مع الأولاد ونحاول طبعا ننزل لعقلهم ونعرف مدايقهم ونعرف التطورات وكده. ولكن الرهبة موجودة. حضرتك لو جيت لاحظت برضو هتلاقي ان الطلبة بينفذوا التعليم والواجبات اللي عليهم وال هو يعني ياخد اوردر وبينفذه حضرتك. طبعا يعني ولكن بقى طبعا المفهوم بتاع زمان بقى اني انا اكون ماشي من الشارع دهوت والمدرس ماشي ده هيقولوا ممكن يبقى ماشي في الشارع وهو راكب العربيه يقول له ازيك اتفضل يا باشا كده حاجات دي. استاذ حاتم من حضرتك موجه كيمياء. طب ايه المعادله اللي احنا نطبقها علشان الرهبه ترجع بتاعه زمان؟ لان انا ايه المشكله ان حضرتك بقى موجه كيمياء عايزين نطبقها معادلات. يعني وجهه نظرك ايه المعادله اللي احنا ممكن نعملها علشان نرجع الرهبه تاني بتاعه زمان؟ رهبه المعلم ان حضرتك تشوفه في الشارع تمشي في الشارع تاني. علشان نرجعها تاني يرجع الطالب للمدرسه. تمام. يبقى مدرسه بيت بيها طالب ومدرس. بيت يحترم التعليم المعلم. صح. يحترم التعليم بصفه عامه. صح. ما هو عدم احترام المعلم هو من عدم احترام التعليم ككل. ان انا اغير التعليم بحيث ان التعليم بتاعي يخدم متطلبات المجتمع. حضرتك حاسس ان التعليم بيمثل فرق مع الطالب او الطلبه عموما في ان هم يبجلوا اللي قدامهم او اكيد اكيد. شخصيه المعلم في الفصل بتاعه هي اللي بتحدد اذا كان الطالب يحترمه او لا يحترمه. يعني بنرجع تاني شخصيه المدرس او المدرسه جوه الكلاس او الفصل بتاعها. ده محور من محاور. هي سايبه الدنيا هيصه ولا عامله نظام وعامله رولز كده وبالحب برضه مش لازم بالشد وفي نفس الوقت بيحترموها وبيخافوا منها وبيحبوها؟ احترام الطالب للمعلم بالحب يفوق احترامه للمعلم بالشده مراحل كبيره. صح. بالعكس لو كان المعلم قادر ان هو يحبب الطالب فيه قادر ان هو يوصل لقلب الطالب قبل الوصول لعقله هيقدر يشكل الطالب كيفما شاء. هيشكله تشكيل صحيح جدا لان الطالب في الحاله ديت هو بيتبع مدرسه بعاطفه وعقل وفي مساحه يعني عامل بالظبط زي مساحه في مساحه اقدر يعني اغير فيها اللي قدامي. ده لسه نظيف ولسه بيور وحاجه كده تتاخد على روقان واشكلها زي ما انا عايز صح كده؟ حتى لو ما كانش بيور يعني انا لو اتكلمت على المرحله الثانويه خلاص الطالب ساب مراحل كتيره ساب على الاقل 9 سنوات في التعليم وفي السنه العاشره وال11 وال12 حتى بعد كده برضه اذا قدر المدرس ان هو يوصل لقلب الطالب يقدر يغير فيه ويقدر يعدل فيه ويعدل فيه تعديل جذري. تمام. مش تعديل هامشي او كده ويظل احترام الطالب للمعلم حتى مدى بعد مدى الحياة سنوات خلص. عمره. يعني يقابله في مكان يبقى مش هيسيب المكان مش هيسيب الشارع ويمشي من شارع تاني اصله خايف اصل المدرس كان بيضربه فهو ما بيشوفه بيتذكر العقاب فبيحاول يهرب منه. لا ده هو لما يشوفه ماشي في شارع بيتذكره بكل خير حتى بعد عمره انه يمشي في الشارع دوت علشان يسلم صح. عليه ويقول له انت كنت معلمي وانت 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 وطبعا دي حاجات الواحد بيسعد بيها بصدق. تمام. يمكن من اكتر من 25 سنه 26 سنه
كنت بعمل للنقطة دي. إزاي إن أنا بعد 20 سنة و 30 سنة يقابلني الطالب وهو راجل ومعاه أولاده ويقول لي أنت كنت بتدرس لي في الوقت الفلاني. وياخدك بالحضن. أو ياخدني بالحضن، على الرغم إن أنا أحيانا يعني في مع بدايات التعيين كنت بعاقب. بس كان الطالب يتعاقب ويجي يعتذر. تقصد عقاب بالحب؟ عقاب صح كده؟ هو حاسس، هو بيوصل على فكره الكلام ده من للطالب. واحيانا كان بيبقى فيه عقاب بدني. يعني كان احيانا فيه عقاب بدني، بس كان العقاب البدني عقاب رمزي. يعني عقاب غير مؤلم جسدي. ولكن انا نفسيا اهوت انا زعلان منك وده دليل زعلي. تمام، خلينا بقى ناخد من زعلان ونخش يا استاذ هاني على تطوير منظومه التعليم الجديده. يعني انا عن نفسي بصفه شخصيه في اسمع شويه منظومه التعليم الجديده، ايه بقى قصه في حته كده يعني مش مفهومه برضو لحد يعني النهارده. شوفي احنا دخلنا ولحد النهارده في ناس تايهه، انا بحسها كده، في ناس تايهه لسه في منظومه التطوير. اولا بالنسبه لمنظومه التعليم الجديده، طبعا الاتجاه الموجود دلوقتي في الدوله التطوير في جميع مناحي ومجالات الحياه، منها منظومه التعليم او التعليم. التعليم اهم حاجه في بناء اي امه، وطبعا احنا بنقرا وبنسمع تقدم بلاد في شرق اسيا ماليزيا، فبدايه اي امه في نهضتها التعليم. اتجه سياده الرئيس وطبعا الوزير دكتور طارق شوقي اتجاه جديد ومختلف اختلاف عن السابق. ايه هي الاختلاف دهوت؟ ان هو وضع منظومه تطويريه. التطوير دهوت في شتى مناحي التعليم، سواء في مناهج، في تدريبات، في انظمه، الانظمه اللي احنا التقليديه اللي احنا كنا بنستخدمها زمان، الكتاب وكده، دخلت حاجات جديده زي التابلت وما شابه ذلك. التعليم لازم يبتدي من الصغر لغاية المرحلة الأخيرة، المرحلة الثانوية، وبعد كده هو مرحلة الجامعة. فده الاتجاه السائد دلوقتي. وعندنا عام 2019 اللي احنا فيه ده هو ده اسمه عام التعليم، اللي أطلق عليه عام التعليم. تناولنا فيه شتى المناحي بتاعة التعليم. جينا الناس حضرتك بتقولي الناس تايهه في الوسط. تايهه، هقول لحضرتك حاجه، اي حاجه في جديده لازم الناس مش هتستوعبها بسهوله الا بعد ما تستخدمها، الا بعد برضه زي موبايل زي مش عارف صح كده. تمام تمام، دي حاجه. وما بال حضرتك في تقنيات عاليه دخلت في المنظومه دهيت، فبالتالي ولي الامر والطالب والمدرس والقائمين بالزبط على المنظومه بالزبط التعليميه لازم يتوحدوا كلهم على الفكر ده هو. فحضرتك اختلاف بقى العقليات واختلاف الطباع واختلاف الريتم اللي احنا كنا ماشيين عليه زمان من تعليم، سواء مناهج حش يعني حشو في المناهج وزياده في المناهج، فلازم احنا هو الحشو ده مطلوب يا فندم. يعني انا مثلا اعرف ناس اطفالها مثلا داخله كي جي 1 ولسه في اولى ابتدائي، يمكن حضراتكم متابعين، بيجوا يقفوا يقول لك احنا كنا بناخد الكلام ده احنا كبار مش واحنا صغيرين. فهل الحشو ده مطلوب للطفل في الوقت ده؟ لا، ما هو في اولا بالنسبه للوزاره في مركز تطوير المناهج. مركز تطوير المناهج ده هو ناس قائمه افاضل، دكاتره جامعه، اكاديميين، حاطين ناس هم اللي حاطين التطوير بتاع المناهج سواء من كي جي لغايه مرحله ثانوي. طب حضرتك معلش سؤال هنا طرح نفسه. حضرتك بتقول من كي جي لثانوي، طب هل في تنسيق ما بين ما بعد الثانوي؟ ما بعد الثانوي بقى ده ده جامعه، ده تعليم عالي، التعليم العالي، تعليم بره. طيب ما هو تاني استاذ حاتم معلش، استاذ هاني قال مهم جدا، قال لك من كي جي للثانوي العام، هل في تنسيق ما بعد الثانوي العام؟ يعني هل كلها السيستم، لان انت حضرتك بتاخد الطالب هو طالب لحد ما يتخرج من الكليه صح كده؟ لا هو في تعليم عام وفي تعليم عالي. ايوه في تنسيق ما بين التعليم العالي والتعليم الاساسي في حتى في وضع المناهج. استاذ هاني اتفضل.
استاذ حاتم. بالنسبه للتنسيق، اولا بدات المنظومه الجديده، ويمكن انا شرفت ان انا اكون مدرب فيها. بدا 6 مراحل، خدنا اول مرحلتين، وان شاء الله يوم الاثنين اللي هو بعد بكره دي المرحله الثالثه في ديسكفر ايدوكيشن اللي هي المنظومه الجديده لتحديث التعليم الثانوي. اللي احنا مستعجبين له ومستغربين له ازاي ابدا في المنظومه بطالب الثانوي العام. انا بدا تقريبا بالثانوي، ده اللي انا فهمته، بادئ باول اولى ثانوي وبادئ من اول اولى ابتدائي. اولى ابتدائي اولى ابتدائي كجهات اولى ابتدائي. طيب انا كمدرس في ثانوي عام ما عنديش الخلفيه. طب باجي بتدرب في وقت الامكانيات ما هياش كافيه. انا كمعلم باقي لي سنه او سنتين واتحال معاش، خلاص انا الفكره بتاعي شبه تجمد. مش متقبل حضرتك، تقصد مش متقبل، مش متقبل جديد. الجديد صح كده؟ ده اللي انا فهمته. حضرتك مش يعني ما بقاش في وقت بالنسبه لي اقعد اتقبل الجديد، خلاص ما بقاش فيه. على الرغم من حاجه، ان المنظومه الجديده بالفعل اذا طبقت بالظبط كما ينبغي هتحدث طفره في التعليم. طيب. ليه؟ لانها بتقول للمدرس محطوط على اساس بقى محطوط على اساس بتقول لك انت حدد هدف. طيب. هدف ليك كمعلم وهدف للطالب، انت وصلت لهدفك مع الطالب ولا لا؟ طب هو اتفضل. كلام حاجه تمام كويس قوي، بس هو انا السؤال اللي لسه ما جاوبش عليه، هل في تكامل ما بين التعليم الجامعي والتعليم الاساسي؟ يعني في تنسيق يعني الطالب ايه؟ يعني كنت سامعها من الوزير برضو قبل كده ان هو بيقعدوا زي كده كوميتي. هم بيقعدوا كلهم صح؟ يمكن حضرتك حضرتك برضه بتاكد كلامي. المجلس الاعلى للجامعات بالظبط كله بيقعد، بيبقى في توافق ما بينه ومجلس التعليم. اللي هي احنا بنقول بقى دلوقتي الترابط، اللي هيخش الجامعه طالب ثالثه ثانوي اللي هيخش الجامعه ده هيخش على حسب القدرات بتاعته تمام، الموهبه بتاعته وليس المجموع. ايوه ما هو ده قمه التكامل والتنسيق اللي عايز اقوله ده اللي هيطبق. انا نفسي نوصل للمرحله دي اصلا، وان احنا ما بقاش بقى بنجري ونتلهف، ويمكن الناس تعبت من كده. الناس زي ما بقولها على المصطبه كده، احنا هفتنا. الناس تقول لك احنا هفتنا، بنقعد نجري نجري وكل واحد على درجه ونص درجه، بيروح من حته لحته. لا الموضوع مش كده، الموضوع مش عايز التكامل اللي حاصل. وحضرتك في عده لقاءات حصلت ما بين معلش يا استاذ، في معانا اتصال تليفون الاستاذ محمود. استاذ محمود من الجيزه. الو الو، صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمود، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضل يا فندم. انا عايز اعلق بس على موضوع التعليم ده يا فندم، والاراء الموجوده حضرتك انا شايفها دلوقتي ومطروحه وتمام تمام، بس انا كان عندي بس فكره صغيره قوي. اتفضل. ان التعليم الفني او التخصصي يبدا من بعد الاعدادي، اللي هو ايه؟ ان الطالب مثلا مجموع من الاعدادي هيجيب مثلا كليه تجاره، يخش كليه تجاره، والكليات تتقسم بناء على المرحله ما بعد اللي هو فيها، ما بعد الاعداد. يعني مثلا كليه التجاره مثلا والاقتصاد والحاجات دي تبقى تخصص تجاري بس، وكليات مثلا الطب والهندسه وبتاع زي تخصص كليات التمريض بس، ما ينفعش مثلا من الثانوي الصنايع يخش بتاع الحاجات الهندسيه والمعماريه والحاجات دي كلها تبقى من الصنايع. يبقى كل قسم، كل كليه تتقسم نظام مجاميع، وكل مجموعه تتخرج من تخصصها من الصنايع، وننزل المشاريع بتاع البلد اللي بتعملها. كليه الهندسه تنزل المشاريع دي، الطلبه تنزل تحضر العمل فيها، والطلبه تحضر العمل فيها. كليه الطب اللي زي كليه الطب دلوقتي القصر العيني مثلا بينزل الطلبه للمستشفيات، كليه الهندسه برضو تنزل مجال العمل بايديهم. العمل الفني يا فندم بيبقى اكتر من العمل اللي هو النظري على ورق، بيبقى فايده للطالب كتير قوي، وده اللي ناقصينه في سوق العمل، اللي هو الطالب بيخرج مش فاهم حاجه، لازم يتدرب من اول ويعمل من اول في حاجه جديده. لكن انما طالب الهندسه التعليم الفني ولا التعليم العملي؟ هو بيتكلم على العمل هو مش فني، انا فهمتها برضو كده. التعليم العملي، يعني انت عايز تقول ان الراجل بعد الاعداديه هو هيحدد الكليه اللي هيخشها ويبتدي في الثانوي ياخدها بطريقه عمليه. زي علمي والادب. لا مش هيخش ثانوي بقى. ايوه ثانوي بس مثلا ايه؟ بس الكليات مثلا كليه الهندسه ما تبقاش من الثانوي العام. كليه الهندسه تبقى من الصنايع مثلا. انت كده هتحرم طالب الثانوي العام، كده هتحرمه ان هو برضه. استاذ محمود ليك اولا عايز اشكرك على الفكره، يعني انت معنى انك تفكر في ده حد في حد ذاته شيء كويس. هات لي استفسار ثاني يا استاذ محمود. لا شكرا يا فندم. شكرا يا استاذ محمود. شكرا يا فندم. اولا بالنسبه للغلط على الاستاذ محمود، الفكره بتاعته مطبقه
في العمل صح؟ في لان احنا فرضوا في اعلام. انا فاكره احنا كنا ننزل الجمهوريه كصحافه وننزل تلفزيون ماسبيرو ونتدرب. ده من زمان. وهندسه وموجود مقاولين عرب وبتنزل شركات كبيره. ده شرط اساسي في تدريبات صيفيه. فتره الصيف كلها بينزلوا تدريبات في الشركات. لا هو اللي انا فهمت منه ان هو عايز يبدر شويه حته التدريب العملي. تمام. هو دلوقتي في بروتوكولات عقدها دكتور طارق شوقي مع رجال اعمال ومع اكاديميات. رجال الاعمال ده هي انشاوا تعليم فني، مدارس متخصصه، والمدارس ده هي زي مدرسه الضبعه. أيوه. ومدرسه طبعا مش عايزين نقول مسميات. المدارس دي والمدارس دي شغاله وبتاخد منح سواء من خلاص طالب اتحط فيها وهو عارف طريقه ايه. عارف طريقه ايه. تمام. زي في معهد الدون بوسكو دوت كان متخصص وما زال متخصص للتعليم الصناعي. ويتخرج منه بيخش كليات هندسه. ولكن انا بس عايز اوصل الفكره للاستاذ محمود. ما هو لازم يكون في تنوع. انا عندي تعليم فني دوت هيتخصص سواء تجاري او صناعي، هيتخصص يخش كليه تجاره يخش كليه هندسه، ولكن انا ما هيمشي برضه التعليم العام. طالب الثانوي ده هو تمام. ممكن يكون هو عنده الفكر نظري، وطالب التعليم الفني عنده الفكر عملي. هو في سؤال بس كمان. نعم. من كلام التليفون او المداخله. هو بنسمع افكار كتير جدا يا فندم، بنسمع يعني يقول لك انا جات لي فكره كذا، انا جات لي فكره مش عارفه ايه. انا بتكلم في جميع المجالات. ولو في التعليم، لو انا جالي فكره جديده وممكن تفيد حاجه في منظومه التطوير مثلا، المفروض اتوجه اعمل ايه؟ لا المفروض يعني حضرتك الوزاره بتعمل في حاجه اسمها حوار مجتمعي. الحوار المجتمعي مع ده مع مين يا فندم؟ يعني مع سعاده الوزير ونائب الوزير. يعني ابسط حاجه لما يجي جدول الثانويه العامه. تمام. جدول الثانويه العامه وضع المواد بتاعته تمام قبل ما يوضع ويتوافق عليه من وزير التربيه والتعليم بيعرض من اللجنه العامه للامتحانات كحوار مجتمعي وبيتاخد راي الطلاب وأولياء الأمور. فعلا ده حقيقه. فالحوار المجتمعي موجود في اي قضيه. انا بتكلم لو انا في البيت ومش متابعه يعني. تمام. مثلا حد قاعد في البيت، او حضرتك عارف طبعا ابهاتنا مثلا بيبقوا قاعدين كده يقولوا والله احنا كنا ممكن نعمل كذا كذا، مش عارفه طب لو كنا خدناها بالشكل ده كان زمان بيعملوا كذا مثلا. تمام. يعني فلو جت فكره زي كده واحنا عايزين نوصلها، احنا بنتكلم عموما لاعزائنا المشاهدين، يعني حد جاله فكره حلوه جدا عايز يوصلها، يوصلها ازاي؟ اوصلها ازاي؟ هترجمها في فويل او ملف واتواصل بقى مع الوزاره سواء المركز تطوير المناهج. مركز تطوير تواصل معايا. ما انا بقول لحضرتك دول دكاتره. يعني قصدي ما فيش سايت بما ان احنا بنتكلم على السوشيال ميديا، ما فيش سايت بقى في كل حاجه دلوقتي على النت. يعني ممكن ابعت عن طريق السايت. انا بتكلم في النقطه على الموقع بتاع الوزاره في اللينكات دهيت ممكن. بس ماشي موضوع مش جزء يعني افكار. هو بيتكلم بقى اسرع انا المركز التطوير واتواصل او احط وهم هياخدوه وهيتبحثوا ويشوفوا هل ده الفكره تنفع ولا ما تنفعش. تنفع التنفيذ ولا لا؟ استاذ حاتم هل احنا عندنا امكانيات؟ وهختلف معاك. هل احنا عندنا امكانيات؟ هو من الاول اختلاف كده امكانيات. بس انا السؤال ده بساله من اول اختلاف بساله يعني ده متالم. هل احنا عندنا امكانيات التطوير التعليم في مصر؟ امكانيات التطوير ايوه بمعنى اخر ايه؟ الاستاذ هاني قال والتابلت والكلام ده كله، هل احنا عندنا الامكانيات؟ امكانيات التطوير ممكن تبقى موجوده، لكن للاسف احنا ممكن نقبل على خطوه قبل ما نعد لها الاعداد الكافي. طب معلش استاذ حاتم اسالك، معانا استاذ رمضان من البحر الاحمر، فمش عايزين البحر الاحمر. استاذ رمضان هلا 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 البحر الاحمر والغردقه وشرم وكل الناس الحلوه اللي هناك. السلام عليكم. صباح الفل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصراحه كده نقولها بالعربي. ايوه ربنا يستر. راح يبني الدوله الا التعليم الفني. يعني الزراعه العائل يشوف يقولوا الزراعيه من الاعدادي، والفن صنايع ولا غيره، كل الحاجات دي محتاجها البلد. التعليم العام يعني كفايه على الجماعه بتوع الطب تمام والاداب. تمام. لكن احنا محتاجين للتعليم
الفني لانه هو اللي يرفع البلد. استاذ رمضان احنا محتاجين الاثنين يا استاذ رمضان. الو هو بيقول احنا محتاجين الاثنين يا استاذ رمضان. في فتره وقعنا فيها فعلا. لا بس من اكثر التعليم الفني لانه هو اللي حصل. استاذ رمضان ليك استفسار ثاني؟ لا هو قال شكرا. استاذ رمضان بيتكلم عن التعليم بس قبل ما نجاوب على استاذ رمضان الامكانيات هل احنا عندنا امكانيات التطوير تعليم في مصر؟ ما انا بقول لحضرتك الامكانيات موجوده ممكن تتوافق بس محتاجه استراتيجيه في التنفيذ. ما اقولش ان انا هعمل كذا وانا ما عنديش الامكانيات الكافيه. انا قلت لك انا هختلف. ماشي ما انا بقول لحضرتك يعني انا اعتقد يا جماعه مش احنا اللي نقيسها برضه يعني معلش لا انا قيسها. لا انا قيسها ازاي هو انا عارفه امكانيات الدوله. لا لا استني واحده بس. السنه اللي فاتت قالوا التابلت. ايوه طيب هنبدا بالتابلت. وجابوا التابلت فعلا اوكي صح ماشي تمام. ايوه بس هو الشبكه بتقع. انا اتسلم في الترم الثاني. احنا مش متفق معايا بالمناسبه طبعا حضرتك متفق معايا صح؟ اه ان انا قبل ما اتكلم في وسائل تطوير لازم يبقى عندي الامكانيات التطوير. امكانيات التطوير صح كده؟ لسه كنت بتكلم في النقطه دي. جات الامتحانات وقتها وعدى امتحانات الترم الاول وما امكنش الامتحان على التابلت. ايوه صح. وبعد كده لجأنا ان احنا نعمل فلاشات ونعمل كوسيله بديله للانترنت لان ما كانش في عندنا النت الكافي اللي يتحمل الكم ده كله. كان في بعض اخطاء وتم تداركها وتم اعاده التصحيح تاني. ما كانش لسه تم التدريب الجيد للمعلمين على استخدام التابلت وعلى ازاي ان احنا نقدر. بس هي المشكله في النهايه ان احنا في اماكن كتيره بتقول ما ينفعش نقول ان النظام ده ما ينفعش انا او ان احنا نقول ينفع وما ينفعش صح. طب انا بس يعني ليا وقفه بسيطه لله يعني معلش واختلف اختلف بقى تختلف. لا ده مش ده انا ده الاستاذ الاستاذ حاتم متفق معايا. ايوه هو الله اللي هو رايح يعني هو يعني هو اصل بص اصل الناس بتاعت الكيمياء ناس عمليين. ايوه انا بس هو قال لك الواقع ايه. طب انا يعني بس يعني انا ليا بس تعليق بسيط. اتفضل يا فندم. هو احنا في ده على مستوى العالم يا جماعه يعني انا شايفه ويمكن اعزائي المشاهدين برضو متابعين هو الطبيعي ان لو اي حاجه جديده زي ما يعني ما الدكتور قال هو الطبيعي ما في اي حاجه جديده ما لازم يحصل لها ولو وقع لازم نقص ثواني بس لازم يبقى فيها حاجه مش معروفه هنعرفها ازاي غير بالاستخدام يبقى فهمت قصدي صح. انا هقول لحضرتك انتوا متفقين مع بعض انا مختلف معاكم شويه ولكن متفق مع الاستاذه ولا أيوة. لازم هنعرف اخطائك كده. انا مش هقدر اصل الى هدفي بالزبط. الا اذا هجربت التجربه العملي لا استاذ هاني استاذ هاني في حضرتك حاجات اساسيات يعني قبل ما اجي اقول ان انا هطبق التابلت يبقى لازم التابلت يبقى موجود. ده ما ينفعش اقول اطبق التابلت مش موجود. قبل ما اجي اطبق التابلت يبقى لازم في بيني وبين وزاره الاتصالات اللي هي الكوميونيكيشن اكيد فيه يا دكتور علي. ما هو لو فيه مش هيحصل كده. ما هو خد بالك حتى خلي بالك بالمناسبه انا بتكلم بتكلم لتحيزي لتطوير التعليم. انا اكتر منك لان التعليم والصحه التعليم هنتخانق احنا على ولا لا لا خالص. التعليم والصحه في اي مجتمع رقم واجهه العمله واحده. بالظبط. هيجي علي النهارده عشان تعمل ديفلوبمنت عشان تعمل تطور لازم تهتم بالتعليم. انا بس مش عايزين نجلد روحنا. انا بس احنا بدانا ممكن نقول التعليم ثم الصحه. اصح اصح انا معاك. التعليم انا معاك. التعليم ثم الصحه يعني التعليم اللي هيخلينا نعمل بعد كده الصحه. مظبوط. في اليابان امبراطور اليابان سنه 1952 في اول اجتماع بعد ضرب هيروشيما وناجازاكي عمل ميزانيه اليابان قسمها ازاي. قال لك 50% من ميزانيه الدوله للتعليم. ايوه. 25% من ميزانيه الدوله للصحه يعني امكانيات. امكانيات لما يقول ميزانيه هو حول الامكانيات. حول الامكانيات تمام. وهو كان في الاجتماع بتاعه قال ايه؟ حدد دخلك. قال ساستثمر في الانسان. طبعا انا هخلي استثماراتي ده يتعمل له شابوه. ما انا بقول لحضرتك هو قال انا هستثمر في الانسان وبالفعل بدا يستثمر في الانسان ولما جه يستثمر فيه جابت الاستثمارات بتاعته صح. الاموال وجابت العائد وجابت وجابت وجابت. هو راس مال وحط راس ماله صح. ما اختلفناش احنا كده برضه وصلنا للنقطه بتاعتنا ان هيكون في كوميونيكيشن ما بين الوزارات وبين الهيئات لانجاح المنظومه دهيت ولكن العنصر البشري مهم. هو المهم مهم. هو اللي لازم يطور هو اللي لازم يتعلم يتدرب وطبعا استاذنا يعني ادرى بالمنظومه معنا اتصال على الهواء
معانا اتصال على الهواء، معلش حاسفين المقاطعه حضرتك. الو الو الو. ايوه السلام عليكم. صباح الخير. صباح الفل. تحياتي لكم جميعا وللسادة الضيوف والقناة بتاعتكم الجميلة. أنا نجلاء عيد من المنصورة، كاتبة صحفية وباحثة وتربوية. يا أهلا بزميلة الإعلام في المنصورة. أهلا بي. والله بخصوص موضوع التعليم أنا هختصر معاكم، لأن أنا خدت تجارب عديدة بما أني تربوية في مجال تطوير التعليم. لان احنا دلوقتي معلش بنقول ان الدوله امكانياتها محدوده في منظومه تطوير التعليم، وخرجت ابحاث كثيره جدا بتناقش منظومه التعليم وازاي نطوره، ولكن كل الابحاث اللي بتطلع وكل المقترحات اللي بتتقال ما هيش مناسبه ابدا تماما مع امكانياتنا. طيب هل الحل ايه؟ هل الحل ان احنا نفضل عايشين منظومه تعليم متاخره ومتخلفه عن العالم بتأثر على المنتج اللي طالع لي وعلى مستوى الموارد البشريه اللي انا محتاجاها؟ والله انا بس بقترح اقتراح بسيط، يا ريت وزاره التربيه والتعليم تتبناه والساده الضيوف يشاركونا الراي، ان انا ممكن اطور التعليم على حسب مفهومه العالمي. هو مفهوم التعليم العالمي ايه؟ مش ان الطالب يحفظ منهج محدد وكلام محدد في الكتاب المدرسي ويسمعه في امتحان اخر السنه وبعد كده تنتهي علاقته بيه، مش ده ابدا هدف التعليم زي ما هو موجود في مدارسنا الان. مفهوم التعليم في العالم كله ان الطفل يتعلم، التعليم يعني يتعلم، يعني يتعلم مهاره، يتعلم ابتكار، يتعلم ابداع، يتعلم ازاي يكون مبدع من وهو طفل صغير. فانا عايزه اعول على الام في البيت وقال لها ما تستنيش منظومة التعليم على مستوى الدولة، أنت تقدري في بيتك أيا كان مستوى تعليمك. حتى أنا بوجه كلام للأم المثقفة وللأم الأمية ولأم ست البيت العادية اللي في البيت حتى في الريف وفي النجوع، بوجه كلامي ليها بقول لها أنت علمي طفلك اللي المفروض يتعلمه في الجامعة من هو طفل صغير. يعني أنا ممكن ابن 3 سنين ده أعلمه اللي بيتعلم في الجامعة دلوقتي إزاي؟ أن أنت لما تيجي تتعاملي مع طفلك لو أنت أم مثقفة هتعلميه الالوان بالعربي والانجليزي. استاذه نجلاء ممكن اطلب من حضرتك طلب يا استاذه نجلاء؟ نعم حضرتك ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. حضرتك ممكن تسيب لنا رقم تليفونك في كنترول؟ ماشي. طيب حاضر. شكرا. أوكي. شكرا استاذ نجلاء. شكرا يا فندم. اتفضل حضرتك كنت بتتكلم في هي فكرتها طبعا تحفه قوي طبعا بشكرها بصراحه عشان كده طلبنا رقم تليفونها. لا بجد والله ما شاء الله عليك. ما هو ده اللي احنا بس عايزين نوصل له، ان احنا نرجع بس حته بسيطه كده ان التجربه. معلش انا هستاذنك في حاجه بس حضرتك الحصه فاضل عليها دقيقه. الحصه هستاذنك الوقت جري بسرعه صح؟ ان التجربه العملي هي خير دليل على نجاح المنظومه. هو ده يعني الملخص بتاع الكلام اللي انا عايز اقوله، ان لازم نخوض التجربه علشان نجرب ونشوف ونتعلم من اخطائنا ونتعلم من خطا ونقع مره ونرجع صح. استاذ حاتم حضرتك تحب تقول حاجه في نهايه حلقتنا النهارده؟ طبعا التجربه جميله، ولكن علشان اجرب وانا مش حاطط استراتيجيه للتجربه يبقى انا راي وراء اخر. نحترم جميع الاراء. علشان اعمل تجربه لابد ان انا اقول ان التجربه بتاعتي هتمشي خطوه 2 3 هيكون الناتج بتاعها 1 2 3 وهيكون في تقويم مستمر اثناء القيام بالتجربه بحيث ان اي اخطاء نقع فيها ان احنا نبدا نعالجها والعلاج يكون سريع وما يكونش مؤثر على الطالب. الطالب السنه دي بتاع ثانيه ثانوي لا يفقه شيء في اي شيء في معلومات اولى ثانوي لان هو قال لك انا مع حضرتك نيل حته بس ان احنا بنتكلم في التعليم فجرس المروح ضرب جرس الفسحه ضرب لا جرس المروح اسفين ونشكر سيادتك ونشكر حضرتك الله يخليك يا فندم واحنا سعداء طبعا بيكم كنتوا منورين النهارده على المصطبه وكنا ما تزعلش منا كنا بنقترح اقتراحات كده انا اقول لاني المشاركه والتجاذب في الراي ربنا يهديك ميرسي يا دكتور علاء طبعا على الاستضافه الحلوه اللي عملناها النهارده. استاذ نشكر طبعا نشكر كله بنشكر اعزائي المشاهدين ومتابعينا في كل مكان واللي شاركونا النهارده في الحوار، مبسوطين بيكم وكل مره وبخير وان شاء الله على المصطبه يوم السبت الجاي ونشوف برضه ضيوف معانا. باي باي.